طبعا احنا قمنا بحملة وحاولنا باش تكون الرسالة اللي كتوصل للمواطن هي الرسالة اللي كتشجعو باش يمشي لصناديق الاقتراع، لأن الكلمة ديال الناخب أساسية في العملية كلها، وهي اللي غتعطي قوة كذلك الحكومة حتى اللي غتنبطح من هاد الانتخابات هذه، لأنه بنسبة مشاركة ضعيفة تبقى حتى قوة الحكومة يعني محدودة. لهذا كنا كنتمنوا أن نسبة المشاركة تفوق 2011، على ما يبدو هاد المؤشرات اللي كاينة أنها غتكون شيئا ما أقل من 2011. خصنا نحلوا هادشي وخصنا نعرفوا علاش، واش الخطاب اللي كان سائد ديال التشكيك ديال كذلك اللعب بالعواطف والتأثير على الانخراط ديال المواطن، لأنه ملي كتكثر الخطاب ديال التشكيك المواطن كيقول لك انا علاش غنمشي نصوت، كل شيء بحال بحال، هذا الشيء كله غير اللعب، ما كاين حتى حاجه، ما غنتسناو حتى حاجه، وهذا الشيء هذا ما يمكنش. البناء ديال الديمقراطيه كيطلب المشاركه المواطن والثقه المواطن، راه ما كانتش الثقه ما كيمكنش التقدم في العمليه. لهذا اولا كنتاسف لهذا الخطاب، واحد النوع من الخطاب اللي كان سائد خلال الحمله الانتخابيه. حنا من جانبنا حاولنا باش نخليو الاشياء في ديناميتها الايجابيه ونخليو المواطن يحكم. المواطن الحمد لله عنده قدره اليوم باش يميز بين البرامج بين الاحزاب، كيعرف شنو هي الاحزاب الجاده، الاحزاب اللي كتستعمل الديماغوجيه، الاحزاب اللي غير كتهلل. كان يمكننا نشوف بخطاب اللي يكون فيه نقاش حول القضايا العميقة ديال المواطنين والمشاكل اللي مازال كنواجهوها في بلدنا وكيفاش غادي نتغلبوا عليها، بدل الصراع والخطاب بين الأشخاص والتراشق ما بين الأشخاص، بحال المشكل بحال لاعبين شي ماتش البوكس، واش هذا غادي يطيح هذا ولا هذا غادي يطيح الاخر. حنا ماشي في ماتش البوكس، حنا في البناء ديال بلادنا وفي البناء ديال الديمقراطيه. وكنتاسف بكل صراحه ان هذا الخطاب هذا تروج وبهذيك الطريقه خلال هذه الحمله الانتخابيه، واكيد انه كان عنده تاثير سلبي على المشاركه ديال الناخبين.